استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير هذا اليوم الوجيه مبارك جاسم كانو وعددا من أفراد عائلة كانو، وذلك للسلام على جلالته. وقد أشاد جلالة الملك المفدى بمناقب فقيد العائلة الوجيه عبد العزيز جاسم كانو رحمه الله وإسهاماته في مسيرة النهضة الاقتصادية والتجارية في المملكة ومبادراته في مجال العمل الإنساني والخيري، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. وأثنى العاهل المفدى على دور العوائل التجارية البحرينية في تعزيز الحركة التجارية والاقتصادية والاستثمارية ودعم الاقتصاد الوطني، وعلى مواقفها الوطنية المشرفة وترسيخ قيم التكافل والتواصل التي تجسد القيم البحرينية الأصيلة التي توارثها الأبناء عن الآباء والأجداد. وقد أعرب أفراد عائلة كانو عن خالص الشكر وعظيم الامتنان والعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة، داعين الله سبحانه وتعالى يحفظ جلالته ويمتعه بموفور الصحة والسعادة ويحقق للبحرين في عهده الزاهر ما تصبو إليه من عزة ورفعة وتقدم وازدهار.